حلاس يا بابا مو خلاص حلاس يا بابا خلي عينك ورقت عينك ورقت خلي الشباب هنا فيزا أسهل كلها تنوم تراجع الإجابات افهم السؤال أول شيء واعرف إيش مغزى السؤال بعدين روح شوف الإجابة وتروح تركزي لي في الإجابة وتخلي السؤال السؤال إيش صار عليه طيب هو الأهم إيش معنى ذا خوض النخل إيش ذا ما بعلمك انت مجاوب صح السلام عليكم خلاص انا ادري بس ايش معناته يعني بس خلاص اعلمك بعد الاختبار لو تقعد تعدي لين بكره يلا كفو اتمنى انك تجيب درجه كامل يقول زين عبد المجيد تبي بزعلك سلامي تناظر ورا ليش؟ ها؟ هو نفسه سحب ورقتك زي بندر وش عليك؟ ها؟ كم باقي معنا وقت يا شباب؟ أمر خذ ورق بعد لا امسك 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 والله امسك اتمنى انك بعد كلام ممنوع تكلم معها اشيل ورقتك خليه خلصت بعد خلصت جيب ورقتك وش؟ ما كنت طيب امسك اي واحد يسوي ازعاج مهندس طالع قدامك مهندس رسمي واحد يحس انه في اختبار مجيد خلص؟ ما قلنا فكر الصوت عالي اجلس اجلس خلك قدام كنترول كان باقي معنا وقت باقي 6 دقائق إذا خلصتوا كلكم الجميع يرفع يد من باقي خلصت أنت رفع يدك فواز خلصت فيك نوم خلص سلطان ولا باقي خلصتوا الكل خلص طيب يلا ايه كل فصل حاله يا شباب خير ان شاء الله خير ان شاء الله نزل ايدك اذن اذن اختر واحد استدعى غيرك منهم اذن ايه اختر واحد اذن هذا احمر طيب اسكت بنفسجي ازرق اصفر هذا الأخضر كذا شباب أقلامكم على الطاولة عبد المحسن ها وش يعني ثقافة
سؤالي قاعد تسالني انا وش يا شباب الثقافة. اقلامكم خلوا على الطاوله كلها الاقلام. ها ها فوري جاء شرح لكم اياه اربع دكاتره ما شاء الله تبارك الله. خوض النحل اي وش هو خوض النحل؟ هو قال لك فرن الطين اللي ذاك اليوم حنا سويناه من ايش؟ سويناه من ايش؟ استاذ الفلفل كلها صح؟ الطين كيف يصير؟ من ورق الشجر ولا من الطين؟ استاذ علي البامبو هذا يشبه بعصا عيسى ولا نوح؟ طيب سؤال يا معاذ من اللي من الانبياء كان معه عصا؟ قلت لكم فهم السؤال نص الإجابة. ما في أحد من الأنبياء كانت معجزته عصا إلا موسى. خلاص السؤال واضح، لا أتركك من الشق الأول سؤال، خذ آخر شيء. عصا مين؟ تجي عصا نوح؟ سفينة نوح؟ صح والله ذكرت سفينة نوح. عصا موسى ها؟ بس عن الفرن من الطين. فرن الطين من الطين. طين. ها؟ بس من شجرة. ليه؟ هذاك يوم التبن في وجه العدو. اي هذا التبن يا استاذ، تبن رخص الشجر يا استاذ. بس كان مش معه تراب ومويه وطين وكل، في الاخير طين. الا هو تبن يا استاذ. ممكن اجابتك صح. هذا لا. احنا عندنا معاه تبن عشان يطلع طين مقوم. ممكن. في اي. طيب. فرن من الطين. الكذب. فجور. ايش؟ الحديث. فجور. كيف يؤدي إلى الفسوق صح؟ فسوق ولا الفجور؟ فجور. ها